ترى مسوية فحصين كورونا قبل ما أدخل. لا يا معودة ولا ببالي بسريحي السريحي. ما شاء الله شنو شو راجع شباب أنتي. بعض ما عندكم. لا عادي بالعكس. خالد شلون أبو خالد؟ الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله دائما يا ربي. شو عجب هالمرة تأخرتوا ما جيتوا العراق؟ والله كنا نريد نروح للعراق بس غير بعد ما تخلص مصايبنا. أكيد خبرتيها لخالتك وحكيتي لها. هسا كنت رايد أحكي لها بس حضرتك وصلتي. خير شو دا حزك وبحلكم حكي. أنا ست أمانة ترى قبل شوية وصلت يا دوب خليت أغراضي بغرفة الضيوف وإجيت. قولي لها ماكو غيرها أحد خسران إذا فكرت تنتحر. شنو؟ هذا شنو دا أسمعه؟ تريدين تنتحرين؟ أنا كنت يأسانة وتندمت. ممنوع تفكرين بهالطريقة. أنا من عندي غيرك. والله إذا صار بك شيء أنا أموت. ما إيش تحكين يا ست آمال؟ ها زكية حضرتك ظهرتي وما قلتي لي شو بدي أعمل عشاء. صحيح. هاليوم رح ناكل على ذوق ضيفتنا ست أميرة. أنا عن إذنكم رح أروح أبدل ملابسي وأنزل. أهلا وسهلا بيك أميرة. لو ما مخبرتك زينة كان أني خبرتك. إحنا عندنا حديث طويل لازم نقعد نسولف بيه أني وأنتي. شو؟ عن إذنكم. ست أميرة شو بتحبي أعمل عشاء؟ بصراحة ماكو شيء على بالي يعني بدي شوي أفكر وأنطيك خبر. أوكي. شكرا. سالفة الانتحار؟ ما أعرف. خلينا نفكر. شو راح نتعشى؟ أصلاً أنا جوعانة. هي مورينا ستنا بدري من فضلك اعتبر نفسك انت مطرود من العمل